نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، ما دامنا نملك نفس واحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. مساء الخير للناس الغير القريبين من قلوبنا دائما، وإن شاء الله تكون أيامكم اللي فاتت في رمضان كلها خير وسعادة، وأيامكم الجاية كمان تكون أحلى، عشان نستفيد من وجودنا خلال هذا الشهر الكريم ونزيد حسناتنا داخل هذا الصندوق. أما بالنسبة للسلوك اللي بنتكلم عليها اليوم فهو سلوك يزيد من تكاتف المجتمع، إحساس الشخص بالآخر وتحمل الشخص مسؤولية أخوه المسلم. السلوك اللي بنتكلم عليها اليوم هو سلوك الإفطار الجماعي. بيجي واحد يقول لك إيش من إفطار جماعي، إيش من خرابيط، بلا خسارة، الناس حالتهم المادية صعبة، الواحد يلا إنه يأكل نفسه، عاده كمان بيزيد يتحمل مسؤولية الناس ويأكلهم. من اللي قال إن الموضوع في خسارة؟ ومن اللي قال إن الإفطار الجماعي يعني لازم موائد طويلة عريضة وكل أنواع الأكل المحمر والمشمر والمالح والحالي والناشف؟ لا، الموضوع مش كده أبداً، الموضوع بسيط جداً، وبنتابع مع بعض. بالنسبة للفطور الجماعي يا أخي، هو يجمع الناس على مائدة واحدة. الشيء الثاني أهل الخير كثير بارك الله فيهم، يذلوا للجامعة، يأتي التمر، يأتي السمبوسة، يأتي الحلبة، يأتي الشفوت، كل واحد يأتي ما يتصدع عليه، والناس بيجتمعوا. أيضا الغريب يأكل، الذي بيشوف من الحارة، الذي بيشوف من العاصمة نفسها، العابر السبيل، كل الناس بيساعدوا بذلك الأجر، وفي نفس الوقت منفطر صائما كان أجره مثل أجره. سبحان الله العظيم، الناس كلهم بيسعوا إلى هذا ويعملوا الخير ويبذلوا الخير في سبيل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للإفطار الجماعي فيه والله ميزة حلوة، يعني بتعرف على الأكلات، يعني بالنسبة لشعبنا تختلف العادات والتقاليد، بدل ما جسعنا وروتين معين تختلف هذا الشيء لما تخرج وتفطر بالإفطار الجماعي في المساجد ولا حتى إذا كان في غريب أو مسكين أو هذا يجي إلى الجامع يلقى، يعني يلقى جميع الإفطار، يلقى يعني ناس يلقى كفاته يعني ويفطر فطور جماعي معنا، سواء يعرفنا أو ما يعرفنا. ما يكون كل واحد يأخذ لها صغيرة تمر من بيته أو أي فطور يفطر لحاله في الجامع، يحضر على المائدة، أول ينوع المأكل له نفسه، وأيضا يفعل أجر في الآخرين، لأن الفطر هذا يا أخي هي تمرة صغيرة أو شربة من ماء، مش ضروري أنا أكل أنا 10 تمرات ولا 20 تمرة، لا، يمكن لو في حبة تمرة هي فطور، والذي مع الثالث حيفطروا 3 بها، كل خير. المجتمع على المائدة أهم شيء، وندعو الله سبحانه وتعالى قبل الفطر بشكل جماعي عسى يكون فينا واحد مستجاب الدعوة. هذه الفكرة اللي قصدنا إن احنا نوصلها، إذا في ناس كل يوم تفطر في بيتها مش مشكلة إنه بدل ما تفطر لوحدك تأخذ أكلك وتعمل سفرة في الحي، وتأخذ أكلك اللي انت كذا كذا بتاكله لحالك تحطه على هذه السفرة، بيجي شخص ثاني ضبحان من الوحدة أو من الغربة في أي مكان كان، بياخذ طبقه هو نفس الطبق ما بيزيدش فيه أي حاجة، وبيحطه على نفس السفرة، وبيشوفك ثالث، وبيشوفك رابع، وبيشوفك خامس وسادس وعاشر، وبيعملوا نفس الكلام اللي أنت تعمله، وبدل ما أنت كل يوم على الرز والدقاق اللي تاكله لأنه قدرتك المادية ما تسمح لكش تغير غير هذا الأكل، بتاكل من طبق الشخص الثاني اللي بالنسبة له كمان كل يوم يأكل الرز والسمك هذا وما يغيروش، والشخص الثالث اللي كل يوم ما يقدرش يأكل أو ما يقدرش يعمل لنفسه في البيت غير شفوت بتأكله معاه، والشخص الرابع اللي ما يقدرش يعمل غير مكرونة مع شوية صوص بتأكله معاه، والخامس والسادس والسابع، وبكذا اللقمة الهنية تكفي 100.
طب احنا ليش نتكلم عن هذا الموضوع بأهمية؟ ايش الفائدة اللي ممكن نستفيدها من هذا الشيء؟ الفائدة كبيرة جدا، يمكن بمجرد السمع ما نعرفش قيمتها، لكن بالممارسة اكيد بنعرف ان الفائدة كبيرة للغاية. اولا، هذا النوع من السلوكيات يعمل نوع من التآخي، التآلف، التراحم بين الناس، بعيداً عن الكبر والاستعلاء وأنا أكلي ما يجيش إلا من مطعم فلان وأنا أصلاً ما استخدمش إلا الأكل الفلاني وأنا تبقى الناس تحس إنهم في نفس المكان، في نفس الطبقة، في نفس المستوى، عايشين على نفس الأرض. هذا الشيء الأول. أما الشيء الثاني، فالموضوع هذا يعمل نوع من التراحم بين الناس، يعزز علاقات المجتمع مع بعضهم البعض. يعني مثلاً لما يكون في إفطار جماعي وجايين مجموعة أشخاص أول مرة يعرفوا بعض أو أول مرة يتعرفوا على بعض، واحد منهم بياكل أكل بيعجبه، بيروح يسأل من فلان اللي عمل هذا الطبق، ولما يعرف فلان بياخد منه الوصفة، وطبعاً لأنه رجال ما بيعرفش فبياخد رقم تليفونه، ولما يروح البيت بيكلم الرجال وبيقول له طيب أنا أشتي المدام تتواصل مع مدامتك عشان تعرف الطبخة هذه كيف سوت، لأنه بصراحة عجبتنا وأشتيها تسويها. وبكذا يحصل في تكاثف مجتمعي، كل الناس تعرف بعض، كل الناس علاقتها طيبة مع بعض. وأكيد كثير منكم بيسألوا يعني معقول طبخة بتخلي فلان يتصل لفلان وبتخلي زوجة فلان تتعرف على فلان؟ أيوة، الرجال ما يصافطش بمعدته على فكرة، لو حاجة عجبنه وحط براسه يشتيها، يعني يشتيها. ومن الناحية الثانية كمان تغيير، بدل الروتين اليومي اللي انت عايش فيه ويخليك تكره شهر رمضان اللي ما فيش أحد فيه معاك واللي انت فيه لوحدك. وعلى فكرة حتى لو كنت أنت صاحب أسرة أو صاحب عيلة، مدام أنت معاهم طوال الأسبوع اعمل يوم إجازة عشان تجدد العلاقات بينك وبين أسرتك، تشتاق لهم ويشتاقوا لك. حاول أنك تعمل يوم الخميس أو يوم الجمعة هذا للإفطار الجماعي، اخرج برا على البيت، افرش سفرة عند باب البيت أو عند باب الحارة أو في أي مكان أنت موجود فيه، وخط طبقك واجلس وكلم الناس وانشر هذا المفهوم بين الناس، وشوف كيف بيكون إقبالهم لهذا الشيء، وشوف بعدين كيف بيندمجوا مع بعض وكيف بيدخلوا مع بعض. فلان ما أكلش جيبوا له، فلان ما شربش اعطوا له، فلان ناقص لك كذا، فلان إيش ناقص عليك؟ حتى لو هم ما يعرفوش بعض، بس لما يدخل جو الألفة بين الناس الموضوع يختلف. بالمقابل الموضوع ده مش مقتصر بس على الشباب، ممكن كمان الصحبات، وبالعكس يمكن الصحبات هم أكثر الشيء وبالعكس يمكن الصحبات هم أكثر الناس حرص على هذه التباتيك. خلاص اليوم خميس فلانة، نحن اليوم بنجي نفطر عندك، ولا تسوي شيء ولا تكلفي نفسك حاجة، كل واحدة بتجي وبتجيب طبقها من البيت، عليك السفرة والقلاصات والصحون، وفلانة تجهز وكل واحدة تجيب معاها ما لذ وطاب من الأكل. يو كم لنا والله سنين ما نجتمعش الجمعة هذه، والله الله يحفظك يا فلانة صاحبة الفكرة، ولا الله يحفظك يا فلانة يا صاحبة البيت، ولا ولا ولا. ويعيشوا في هذه الساعات البسيطة أيام حلوة جدا. السلوك ده موجود داخل كل شخص فينا، بس محتاجين حد يطرق الباب. وبالمقابل الناس أصحاب السخاء لسه موجودين، اللي يعملوا الإفطار الجماعي لأصحاب الحاجة أو ذوي الدخل المحدود أو الناس اللي ما عندهاش قدرة إن هي تفطر نفسها بنفسها. إيش يا ترى أهمية هذا الشيء؟ الشيء هذا مهم كثير جداً، أكثر من أهمية إن الإفطار الجماعي اللي تشارك فيه أهلك وأصحابك وأحبابك. كثير ناس عزيزين نفس، أصحاب نفس عالية جداً، مستحيل إنه يقول أشتي، مستحيل إنه يمد يده ويقول محتاج، مستحيل إنه تشوفه وتتكلم معاه وتعرف من تفاصيله أو من كلامه إنه إنسان بحاجة
إلى إفطار أو بحاجة إلى مساعدة. هذا النوع من المبادرات يخلي الناس هذه أصحاب النفس العزيزة في رقي، لأنه لما يشوف بطبيعة الحال مائدة ممتدة في الحي، في الحارة، في المسجد، في أي مكان، لما يشوف مائدة مليانة إفطار، لما يشوف مائدة مليانها إفطار فيها اللي قدرهم الله عليه، بيجي بيجلس بياكل بصمت وبياخذ نفسه وبيمشي، بياخذ حاجته وبيمشي. في ناس بتقول لك والله العظيم لا، عندنا والله ما يحصل هذا الشيء، بتلاقيه داخل السفرة ومعه علاقية ولفلف الأكل وشل الأكل وراح. طب أنت أساساً حاطط الأكل ده كصدقة، كنوع من المبادرة الخيرية، كعمل طوعي، كإفطار جماعي زي ما ذكرنا. ما تجلسش تراقب الناس، اعمل عمل وارميه البحر. وأكثر شيء بيعجب الناس في مثل هذه العادات وخصوصاً الرجال إنه بيلاقي أصناف وأنواع متنوعة من الأكل، كل ما لذ وطاب. بيلاقي الزربيان العدني، وبيلاقي الفحسة، وبيلاقي العصيد، وبيلاقي المقلى الحديدي، وبيلاقي الكعك البيضاني، وبيلاقي اللحوح، وبيلاقي وبيلاقي، والإفطار حوا كل فن. من يا ترى بعد حلقة اليوم بيبادر إلى الإفطار الجماعي؟ سواء إنك أنت تحط مائدة في الشارع أو في الحي وتحط فيها اللي يقدرك عليه رب العالمين، وتنشر هذا المفهوم بين أصدقائك خصوصاً في الأحياء الصعبة والأحياء الفقيرة جداً، وتنشر الموضوع ده بين أصحابك إنه والله يا شباب إيش رأيكم بكرة بنعمل مائدة جنب مسجد كذا كذا أو داخل مسجد كذا كذا، وبنكلم الناس اللي نحن حاسين إنهم محتاجين وعزيزين نفس وما عندهمش قدرة على إفطار أنفسهم بأنفسهم، ونخليهم يتجمعوا في هذا المكان. أو إنه أنت تتفق مع أصحابك إنه إيش رأيكم بكرة نفطر مع بعض، وكل واحد يجيب طبقه ونبدأ الموضوع بالتدريج. بتبادر؟ طبعاً مشاهدينا الكرام، سلوك اليوم يمكن مختلف شوية عن السلوكيات السابقة عشان فيه نوع من العطاء، لكن العطاء اللي أنت اليوم بتقدمه بيدك اليمين بكرة إن شاء الله بتحصل عليه في يدك الشمال. بهذه الدقيقة الأخيرة مشاهدينا الكرام نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، حلقة الإفطار الجماعي اللي نتمنى أنه تكون في مبادرة سريعة لعمل هذا السلوك الجميل. لنا لقاء آخر معاكم بكرة بإذن الله على نفس الموعد، ونزيد رصيدنا وحسناتنا في هذا الصندوق المثابر. لنا لقاء معاكم بكرة بإذن الله في نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود.